ايه يلا القي لهم نظره. ثلاث انواع من السلطه وهاي الاكل الموجود عندنا. صباح الخير يا حلوين، شلونكم؟ شبخاركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يجونا ضيوف. انو تريد تسلم عليكم اول مره؟ شكو شبخاكو شرب خال حتى يهيجون فطال وعادي بدلت. وانو بدلت على العصافير، وهذول العصافير يسلمون عليكم هسه، بس يسمعوني احكي وما يقومون يغردون. قبل ما نروح ونسوي اليوم، راح اسوي فشي يليق بالضيافة العراقية، لانه ضيوفنا من دولة سوريا الشقيقة. لازم اسوي اليوم فشي كلش حلو. ذول اللي يسوون العصافير، وسوينا تغييرات هواية بالبيت راح اراويها لكم طبعا، وبناء على الاستفتاء اللي سويته او الاستطلاع سويته بالانستغرام اخذت رايكم على السريع بشغلات وغيرتهن. تعالوا اراويكم شنو هنا سوينا. هاي الدلمة سويناها وياكم بالبث المباشر. وين؟ بالفيسبوك. بعدين راح تشوفون كل شيء. مثل ما شفتوا مسوين دولمة، راح اسوي مرقة بامية بعد، وتمن باقلة، وتمن بالزعفران. هذين كلهم راح اسويهن، وراح اسوي سلطة البرغل والباذنجان. يعني الباذنجانية راح اسوي سلطة البرغل وسلطة عادية. هذين الشغلات كلهم راح اسويهن، وراح اسوي الدجاج بالفرن. الدجاج طبعا متبلته من الليل. هاي الدجاجه متبله من الليل. التتبيله طبعا مالتها راح اقولها لكم على السريع، لان وعدت البنات باللايف نسويها وياهم باللايف، بس انقطع اللايف وللاسف انه ما قدرت ارجع مره ثانيه واسوي لهم لايف، لان تليفوني ما ادري ايش بيه صار، لان بقينا وقت كلش هوايه مسوي اللايف. فالتتبيله مالته شنو هو؟ خل ابيض، لبن، وصويا صوص، وخليت نص السندي هاي مثل البرتقال، السندي اللي بطنه احمر، خليت نص وحدة عصارتها، ونص ليمونة، والخل الابيض زين، وملح. فهي هاي التتبيلة مال الدجاج، وتبلته وخليتها للصبح. هسه راح ادخلها بالفرن. هسه باقي الشغلات كلها راح نسويها وياكم، بس انتظروا شوية، شعري لسه ما نشفته، لازم اروح انشفه واسوي كم شغله واجيكم. بس قبل ما انشف شعري بس اريد اخلي اللحم مال باميه. هاي الباميه طبعا عندي مجمده، حاولت القى باميه فريش ما لقيت، بس هاي كانت موجوده جبتها. احنا ضلوع مال لحم اريد احطهم مع النار. هاي الباميه، بس خلي البنت تشوف. الدولمه تقريبا راح تستوي، وعندي هذول طبعا سويت لكم ستوري، قلت لكم جتني كرتونه كبيره. شو تحزرون شنو بيها؟ كان بيها طبعا هاي شغلات مال البوفيه، جبت هاي الصحون الكبار مال البوفيه، هسه انزلهن ونشوفهن سويه، وان شاء الله راح يطلع شيء حلو اليوم وياي. هاي الدجاج خلصنا الصينيه تقريبا، بعد بس راح اخلي فلفل على مود هم تصير ريحه طيبه. خليت جواها بصل، وهذا قطع اليقطين كيرفس، وخليت هاي شرائح الليمون طلعناها من التتبيله وخليناها. هسه ادخلها الفرن. لا ما يريد يصور. لا ادم ادم ما يريد يصور. شلونك؟ يلا هنا بدينا هسه باول التحضيرات مال البوفيه مالتنا اليوم. هاي هنا راح اخلي بيها التمن نوعين ومرقة الباميه. تعالوا هنا راويكم، شوفوا هاي عندي هنا ثلاث اقسام، لاني راح اخذهن هسه حتى اخلي بيهن الاكل واجيبهن، وبعد عندي وحده مثلها للدولمة. هذا لحم الباميه استوى، طبعا خليت وياه شويه ليه حتى شنو يابا تصير دسمه كلش. هنا تمن الباقله، هاي الباقله خليتها، هسه راح اضيف الاشبنت. وهاي الدجاجة تقريبا راح تستوي بالفرن. وهاي الثانية للدولمة. هاي رويتها لكم بالستوري، قلت لكم شنو الكرتونة. هاي مال الشموع هماتين، خليهن جواها. هاي راح نخلي بيها الدولمة. هاي الصينية مالتها. هسه راح نجيب الدولمة، لأن الدولمة كملت. هسه نشعل هذا الجيلاتين. شوفوا ونخليه بمكانه. وهاي هم تقدرون هيش تخلوها. هاي العده مالتنا مال المطعم،
اشتريناها قبل المطعم. راح نخلي بس وحدة للدولمة. هي ترى مشتعلة نار بس ما مبينة. ايه هاي نار مشتعلة هسه حاليا. زين؟ هي هيجي تجي. وهي هيجي. بعدين تفتحوها وتخلوها بهاي. هلا اشوفهم شلون اخليها. لانه هناك هم احتاج اثنين. حتى يبقى الاكل حار. من تريد نطفيها شو تسوي؟ من نريد نطفيها بس نجيب هاي هيجي خلاص طفت. تعالوا اراويكم سلطة البرغل. خليت دهن واني غاسلة البرغل. راح احمس اول مرة هاي البابريكا، هاي مو معجون بابريكا، وبعدين اذب عليها البرغل وشوية مي وملح وكمون. هاي مرقتنا سويت، شوفوا راح افرغها هناك. يابا هسه الدولمة صارت جاهزة. وين الضلوع خالي؟ وين الضلوع؟ طلع بس شوي هنا. هاي الدولمة. هسه يشوفوها أحسن من شوية روح البخار. إي. هسه أعلق لها الشمعة مالتها وأخليها هنا. طبعاً أنا خليت هذا الماسك بوجهي ما عليكم بي. لأن الحرارة كلش قوية تعرفون بالمطبخ. وأني صار الأسبوع من مسوية تقشير. فلازم أخلي هذا الماسك. هسه نعليك. جبت تمن الباقله داخليه، هاي القطع راح اخليه هو، والتمن الابيض والمرقه. وهاي الدجاجه هم كملت جواها بوتيتا، هم سويتها بالفرن البوتيتا. تقريبا كملت كل شيء. هذا اخر شيء تمن الزعفران. طبعا خليت الزعفران، راح اخلي له السيليفون. بقت عندي بس السلطه مال البرغل. حطيت البرغل هنا نشرته حتى يبرد، وبعدين اضيف عليه البصل والليمون. وشوف شنو بعد نخلي عليه. هاي سلطه البرغل صارت جاهزه. تعالوا ناخذها نخلي بيها هاي الخاشوقه، ناخذها للميز مالتنا. هسه كملت هاي الصينيه. تقريبا كمل البوفيه مالتنا. اريدكم تعطوني رايكم، هاي يليق بالضيافه العراقيه لو ما يليق بالضيافه العراقيه؟ يلا القي لهم نظره. ثلاث انواع من السلطه، وهاي الاكل الموجود عندنا. دجاج بالفرن، خضره، ومثل ما شايفين انتم كل هاي الترتيبات. ريز كتبوا لي بياضة وجهكم لو لا يليق بالضيافه العراقيه، كتبوا لي بالتعليقات. ما حد جيب. هاي شنو؟ هذا احنا ركن هيجي مال الملوك. ركن بغدادي؟ اي. طبعا انا ناوية اشتري ميز هنا كبير شوي، يصير عالي وبيبان اثنين وبمجرات. ليش؟ ابدا اسوي هذا ركن للبوفيه. هسه انا سويت البوفيه بس هو مو هيجي الفكرة مالتي. الفكرة انه اجيب ميز هنا بوحدة نخلي عليه البوفيه، وهذا الميز يكون بس للاكل. هسه انا سويت، جبت هاي الشغلة، سويت ركن بغدادي هاي مال الملوك. لمن يقعدون قبل يخلون هيك الفواكه، وراح اجيب صينيه الشاي هنا اخليها، لان مثل ما شايفين الميز مزدحم، وان شاء الله بالايام الجايه اشتري. ليش ما اشتريته؟ ما جاي احصل هذا اللون، اريد نفس هذا مال الميز التلفزيون، يكون اسود، وان شاء الله بالايام الجايه اشتري. يلا. وما باركونا. على يمن. اندوم نايم. اندوم بعده ما نايم. كذب. هسه كملت كل الشغلات، كل الطبخات صارت جاهزه، والفواكه والشاي خليته بالسماوار، وكل شيء مثل ما انتم شايفين. هسه لازم اروح ابدل على السريع، وجهي يلمع كالعاده. وهنا ماسك شلونكم شبخاكم؟ جلاك بالجديد. هنا ابو جاسم اليوم لابس دشداشه. ليش يابا؟ يقول لبس دشداشته البيضه ونحر بيها وحالف على الزباله اليوم يقضيها ودق الباب، خاله التنكه طلعيها، ها 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 لملمها وصارت سياره. يابا اليوم لازم يستقبل الضيوف، ومثل ما قلت لكم حتى تصير ضيافه عراقيه على اصولها يلبس دشداشه، بس للاسف انا ما راح البس دشداشه، تعرفون ليش؟ لان الوضع ما اعرف شو البس، فراح البس هيك شيء على السريع، اوكي حبايبي؟ يلا خل ابدل وارجع لكم. يابا صايمين؟ هسه انا لبست هذا الثوب، شنو رايكم به؟ ها؟
هم هذا الموديل طبعا كان قديم بالعراق، ابو ردين. ابو ردين تتذكروه؟ وهسه رجع موديله طبعا اشتريته من ابو ردين. ابو ردين كان اسمه. هاي تريلر. بالله تتذكرون وياي هاي القصه من كانوا يسووها قبل شي يسموها مو ابو ردين. فلبست هذا هم تقريبا قريب للزي العراقي. ف وهذا طبعا هسه موديله، مو تجي وحده تقول لي اوه الثوب ما اعرف شنو. واشتريته من الشيئن حبايب قلبي، ودائما انا خلت لكم رابط الشيئن بالوصف، تقدرون تروحون تشترون كل الشغلات اللي انا اشتريها. احبكم، ننتظر الخطار وصايمين، ومن البارح انا ما ماكله من الغداء. لا والله يا غداء، البارحة تريقنا جيمر عراقي الساعه بالعشرة الصبح وما اكلت لحد هسه لانه عندنا عزيمه. اوكي حبايب قلبي، يلا دا ننتظر الضيوف. خابرناهم قلنا لهم يلا تعالوا عم بسرعه متنا من الجوع. هسه اوكي يا برد اقول لكم شغله، كل هذا ودنيا شو تقول؟ تقول خاف مقصره، او خاف ما يكفي، او هيجي، او خاف ما يعجبهم. هسه نشوف رايك. كتبوا لها بالتعليقات يابا، وتدرون المثل اليوم شو يقول؟ يقول معلمة على الكرم والجود من بيئة أبوها ويم بيئة تحماها وكملوها. وكملوها. كملتها لك. سهمكم العافية. أبو سام البارحة المتابعين سألوا قالوا أنتم تقولون عليها طيبة بس جوز الخطار راح مثلا يجاملكم ويقول طيبة بدون مجاملة. راح أحلفك عليك الله يعني. والله على أول العراقيين قبل ما شاء الله عاشت إيدكم. بالعافية. شمس عافت إيدكم. الله يسلمك. عاشت إيدكم. عين أبو سام. صديقي. جابوا لنا هدية. نفتح يصير نفتح الهدية قدام الضيوف لو ميسر. ميسر. لا عادي. عادي؟ يلا لعد عادي خلنا نفتحها. مسوينا قهوة وخلنا نذوق هاي الهريسة من إيدين أم سام، أكيد طيبة. هي بسبوسة. لا مو البسبوسة. مو؟ هريسة. بسبوسة تختلف. لا. مرة إجينا عليكم كنتي عاملة البسبوسة. لا هم هاي، هم هذا هريسة. لا. لا. لا كانت البسبوسة ذيك طيبة. حتى أنا بقيتها قلت أريد أسويها وما عرفت، بعدين رحت عند أم يامن السورية وعملتها. اي بكيها من عندها بس ما تعلمت وسويتها وما صارت طيبه. خلص يعطيها الطبيعه. الله يسلمك. وبعد شغله كانت طيبه هاي الحمراء اللي بيها جوز، وقلتي خلي بيها المطحون مال الكعك. لا الحمراء مو هي المقبلات، هي المقبلات الحمراء مثل الكبانين. لا لا محمرة، هي اسمها محمرة. هاي شوف شكلها، فالطعم اكيد طيب. طعم خيال يا طال. اكيد ضيوفنا راحوا، وطبعا حاليا الساعة عندنا بثمانية. راحوا ضيوفنا، كان يوم كلش حلو، تونسنا كلش. هذا الاكل راح اضمه واخليه بالحافظات وبالثلاجة، لان تعرفون يعني جانا اسبوع اليوم احد ويعني راح يجينا الدوام، فماكو داعي بعد اطبخ ايام الدوام. واحد قوة يلحق فراح يوفر علي. هذا تمن الزعفران حبه، وتمن الباقي اللي كلش هواي حبه، وحبه والدولمه زين. وانا سويت تمن بالزعفران وسويت دجاج، بس طعم الدولمه انتو تعرفون بيه يفوق كل طعم الاكلات. فحبه والدولمه والباميه وتمن الباقي له. ماما سالي هواي ما ام قلت شوكو شبخاكم كان كلش طيبات، وانه تقول صار له هواي ما قايله شوكو شبخاكم من الصبح لسموه. يلا دكفي عادل ما يصير هيك عيب. شوكو شبخاكم شالبخيل. لعبتي ويا واتين؟ لعبتي هواية؟ كان حلو اليوم؟ يلا ان شاء الله يجونا بعد مرات هواية. يا هاي نسينا نفتحها. طبعا هاي السفرة شوفوا اشتريت هاي بيها هيك يا ابويا، ومن الصبح لسه نسينا نفتحها، هسه انه فتحتها. زين يلا على الايام الجاية. ده تسوي دومي تاكل عام؟ طبعا انا ما اكل الظهر وهسه يريد ياكل. كان
نايم بس اكل هو دوم وهسه اكل دوم انتهى الفيديو مالتنا اليوم راح اكمل اشيل كل الاكل والاغراض كلها وننظفها ولازم ننظف المطبخ وننام لان باكر دوام الجهال لهنا انتهى الفيديو مالتنا اريدكم تعطونا رايكم اليوم بهذا البوفيه سويناه وبهاي الضيافه وان شاء الله يعجبكم الفيديو اذا عجبكم لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد انتظرونا بالايام الجايه راح اسوي لكم شغله كلش حلوه خاصة للمشتركين والما مشترك بالقناة راح تفوت عليها هاي الجوائز اوكي اصدقائنا انتظروها قريبا باي باي.